يسرى وأبو وأغنية ثلاث دقات سمية كعبون، ذكرياتك بهذه الأغنية؟ الذكريات ديالي بهاد الغنية كنت العام الأول اللي رجعت باش نستقر في المغرب، يعني ملي كنت في أمريكا. ملي كنت في أمريكا وكنت عرضوني الفستيفال ديال مراكش وجا معاي ولدي والزوج ديالي، وكانت مرة الأولى اللي ولدي غادي يتمشى معاي في التابي روج ديال المهرجان الدولي ديال مراكش. أدخلتي ولدك معك في التابي روج؟ ودخل معاي، وغير قبل ما نمشيو كان كيلبس عليه ولبس عليا وقال لي ماما واش نلبس هادي ولا هادي واش مزيان. واحد شو هاد الغنية بدات، وهذه هي كانت في الريد كاربت ولا كانت في الأوتيل سمعتيها؟ في الأوتيل سمعناها قبل ما نخرجوا من الأوتيل، سمعنا هاد الغنية. ومن بعد ملي ركبنا في الطوموبيل ديال المهرجان، حيت عندهم الطوموبيلات ديالهم اللي كيجيو مراكم، كان ديك الغنية نيت كانت في السيارة. دونك شفنا في بعضنا وبدينا كنضحكوا، وهاد الغنية ديما كتفكرنا في هاد المرة الأولى اللي أنا ولدي مشينا في الريد كاربت ديال المهرجان ديال مراكش. وأمام طو كان عاد عمل داك لاسيغي ديالو ميراج، دونك كان فرحان بيهضر على لاسيغي ديالو، وكانت هذيك الأول تجربة بروفيسيونيل ديالو كممثل. وأمام طو أنا مع ولدي في هذاك السن ديالو. شحال كان في عمره ولدك؟ 16 عام. 16 عام. يعني ولدك انت اللي دفعتي للتلفزيون السينما ولا هو اللي بغى يمثل؟ هو اللي بغى يمثل. من اللي كان صغير كان دائما كيختاروه في المسرحيات ديال المدرسه. واحد النهار كان واحد في امريكا وي، وواحد لاجون جا يشوف واحد المسرحيات اللي كان فيها وطلبني واش يقدر يعمل له ريبريزونطاسيون ديالو يتكلف به، وانا قلت له لا. علاش؟ حيت خفت. قلت باقي صغير، القرايه ديالو هي المهمه. وفي الاخر تسحب ولدي، تسحب مع الولد ديال داك لاجون، وبقاو كيهضروا، وولدي بيدو مشى عندك لاجون وقال له بغيتك تكلف بيا. تبارك الله. دونك عارف راسو ولدك بانه اكزاكتومون. كان عنده 12 عام داك الساعات، ومن داك الساعات هاد لاجون مكلف به لحد الان. وكيعمل المسرح بزاف بالحق. دابا بشويه بشويه بدا كيدخل في الميدان السينمائي، مي الحمد لله شبر الباك ديالو، دابا حر يشتري الطريق ديالو اللي بغى.